هنا في الجوهر وبحضور أمير الشباب، وعندما غلب الظن على الجميع أن الأمل تلاشى والوصول استعصى على أبطال واجهوا أقوى خصوم القارة الصفراء في مجموعة كانت هي الأقوى والأعتى، ولاعبوها كانوا المحترفين في ملاعب أوروبا، جدد أمير الشباب بهم الثقة وملأ الجوهرة بجمهور كان العاشق الذي لم يصمت طوال 90 دقيقة، كان بها وقود التأهل إلى المحفل العالمي بجانب أقوى فرق العالم. وعندما استشعر أبطالنا عظمة الموقف وحاجة الجمهور المتعطش لإنجاز يشرف العرب بأكملهم، وعندها رفض صقورنا الخضر أن يستسلموا لصعوبة الأمر وأن يكون حضورهم في التصفيات تحصيل حاصل، بل رسموا بعزيمتهم طريقا كان الأصعب لهم بفرصة وحيدة وهي الفوز، ولا شيء غير الفوز، وقد كان لهم ذلك وكان لنا. محمد العرجاني، يا هلا.